وهذه مسألة أيضا ذكرناها ولا بأس أن نعيدها، هي مسألة القضاء، هذا قضاء ما فاتك مع الإمام، مسألة خلافية بين الأئمة. لكن بالنسبة لمذهب مالك، يعني بالنسبة للركعات التي فاتتك تقضيها يعني كما فاتتك من حيث الأقوال، يعني القراءة فيها. مثلا احنا ناخذ المغرب، واحد يعني حضر ركعة واحدة مع الإمام، هذه الركعة ماذا قرأ فيها الإمام؟ قرأ فيها الفاتحة سرا ثم ركع وسجد ثم سلم الإمام، وصاحبنا هذا سيقضي. طيب. يقضي الركعة الأولى فتاته وحضر الثالثة، فيقضي الركعة الأولى والثانية. الركعة الأولى والثانية هذه ماذا قرأ فيه الإمام؟ قرأ فيهن الفاتحة وسورة جهرا، فهو يأتي بفاتحة وسورة جهرا، والركعة الأخيرة حتي فاتحة وسورة جهرا، لكنه في أول ركعة يقضيها والتي قرأ فيها الفاتحة وسورة سر جهرا عفوا يجلس للتشهد، لأن هذا قضاء في الأقوال بناء في الأفعال، من حيث التشهد يجلس له. جميل. لأن هذه الثانية عنده، لأن أول واحدة هذه اللي ناض يقضي لا. فيها ولولا حضرها مع الإمام، فهي الثانية من حيث البناء ولذلك يجلس في التشهد. لكن من حيث الأقوال يأتي بها كركعة أولى، والركعة الأولى ماذا قرأ فيها الإمام؟ قرأ فيها فاتحة وسورة جهرا، فيأتي بركعة فاتحة وسورة جهرا ثم يجلس ويتشاهد ويتشاهد ثم يقوم، فيأتي بالركعة الأخيرة عنده هو لكن بفاتحة وسورة، ويجلس بعد ذلك للتشاهد ولا بد لأن آخر صلاة. هكذا الإمام مالك يقول في لا. مسألة القضاء. وبقية الصلوات يعني في الليل والنهار تحتاج إلى قليل من التفصيل. نعم.